حياكم الله مجددا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مشوار برنامج متداول لهذا اليوم عبر جولة جديدة ورصد آخر لأهم وآخر الفيديوهات والقصص الرائجة والمتداولة والحكايات التي حققت انتشارا ومشاهدات كثيرة على تلك المنصات. نمر بالعناوين أولا. لا حد يحكي على أيمن محمد الحلفي يدافع عن أبو طبر. من مؤخرات التجار إلى مؤخرات الأبقار، طرق جديدة لتهريب المخدرات. طلع جوازك بعشرين دقيقة، منافذ الجواز الإلكتروني تبهر العراقيين. جواز السفر الإلكتروني العراقي بخصائص جديدة تسهل حركة وتنقل حامله عند السفر في المطارات، إذ يحتوي على شريحة تشتمل على جميع المعلومات الشخصية لحامل الجواز، إلى جانب تفاصيل سفرهم في المطارات. طبعا في مكتب الجوازات الإلكتروني في الرصافة بإمكانك أن تحصل على جوازك كاملا بعشرين دقيقة فقط، هذا ما قاله صانع المحتوى العراقي علي العراقي عندما وثق تفاصيل ومراحل حصوله على الجواز الإلكتروني خلال وقت محدد دون جهد أو عناء وبتنظيم عالي المستوى. قبل كان الجواز يخلص تقريبا بعشر أيام، هسه بأقل جوازي بعد شهر شهرين وينتهي، فحبيت أجدده بالجواز الإلكتروني. كان موعد الحجز مالتي ساعة 8 الصبح، لازم تشيك لأنه يمشون على التوقيتات. هيكنا ناخذ التيكت، هذا رقمنا رقم 7. أشكرك عزيزي. ساعة استلام المعاملات حتى ناخذ سرانة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وصل سرانة، راح نتوجه للنافذة. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك، أشكرك. أربع أصابعك اليمنى، أربع أصابعك اليسرى، تمام فيما حتى الصورة ناخذ لك الصورة، بس كم صورة حلوة طبعا. أكيد إذا الصورة ما حلوة ترى ما أخليها. 20 مرة عدت الصورة. والثانية الدفع الإلكتروني، كانت عملية الدفع. هسه حنستلم الجواز. وسهلين وقتنا، جزاك الله خير. يقولون قدام التصوير شكل وبعد التصوير شكل. السلام عليكم. للأمانة ايش قد طولت؟ تقريبا ثلث ساعة. ثلث ساعة أقل. شلون كانت المعاملة؟ كلش راقية. صدر جوازك الإلكتروني، هذا جواز عراق اقتصادي من وزارة الداخلية. هذا الجواز الحديث الإلكتروني ما طول تقريبا نص ساعة. يوم كنا بمكتب جوازات الرصافة الواقع في منطقة زيونة قرب مول زيونة، ممنونين يابا، جدا ممنون. اللي يجيكم من طرف يدير بالكم عليه. إشادة كبيرة بمنافذ إصدار الجوازات الإلكترونية في العراق وبمستوى التنظيم الكبير الذي يخفف الزخم والجهد والوقت، إضافة إلى حسن التعامل في استقبال المراجعين كما شهدنا. هذا أفرز كما كبيرا من الارتياح في آلية التنفيذ وتوجيه كلمات الثناء لوزارة الداخلية والعاملين في منافذ إصدار الجوازات الإلكترونية. أما التعليقات نبدأها من تعليق لأحمد هاشم. ماذا قال أحمد في تعليقه؟ يقول أحمد: سويت جوازي في مديرية الكرخ، الجوازات في العلاوي، المدير والطاقم كل من الباب إلى تسليم الجواز تعاملوا معنا وكأننا أقاربهم وأحبائهم. المدير يتجول على جميع الحاضرين، الضباط، المساعدين والمراتب. تعليق من كريم محمد يقول: دائرة جوازات المنصور نموذج راقي، أنا اليوم العصر خلال ربع ساعة أقسم بالله كملت واستلمت الجواز، والمدير السيد العقيد إنسان يستحق كل الاحترام ويساعد الجميع وواقف ويا المراجع. أحمد عدنان ماذا قال؟ يقول: ما يمشون على صورة القيد الإلكتروني إلا إذا عندك بطاقة، والبطاقة أقل شيء تحتاج شهرين يلا تستلمها، والجوازات القديمة مات العلاوي هذه حكاية أخرى مع الأسف قرارات غير مدروسة وارتجالية. شذا تقول: بالإمكان تنزيل برنامج الجواز الإلكتروني وثم ملء المعلومات وستظهر لكم
أي مركز جوازات متاح لكم إن كنتم بالرصافة أو الكرخ، كل حسب سكنه، والدخول للمركز لمعرفة الموعد المتاح وتتم العملية. محمد عبد المعين يقول فعلا أني الخميس استلمت الجواز خلال وقت أقل من ساعة، فعلا الناس منظمين ومخلصين مشكورين على جهودهم، ونتمنى من جميع العاملين في دوائر الدولة الأخرى أن يحذوا حذوهم في إنجاز معاملات المواطنين. تعليق من كاظم: عاشت الأيادي وبارك الله بكم وجزاكم كل خير، نشكر موظفيكم على التعامل الطيب مع المراجعين. أصداء خروج العراق من بطولة كأس آسيا ما تزال حديث وسائل الإعلام والصحف العربية المحلية والعالمية والعراقيين، فحتى اللحظة الجدل مستمر وردود الأفعال غاضبة بشأن قرار طرد الحكم الإيراني للاعب أيمن حسين أبو طبر، والذي تصدر اسمه ترتيب هدافي كأس آسيا بعد نهاية دور 16، فهو أول لاعب عراقي يسجل في 4 مباريات متتالية بالبطولة الآسيوية، ورغم الكم الهائل من الداعمين والمتضامنين معه في المقابل، هناك ما يواصل إساءته لأيمن وانتقاده، كحال ما حدث في سوق واقف، أحد المنتقدين جالس وسط الناس ينتقد أيمن بشكل مستفز جدا، دفع الرادود الشاب محمد الحلفي للرد عليه والدخول بمشادة كلامية معه. ست اهداف عندك، شو قد يقول لكم بعد 100؟ ايمن ايمن ست عم لحد يحكي، يونس محمود عنده جول واحد بكاس اسيا، الدنيا اشتعلت على يونس. ايمن ست اهداف عندك، لا لا ايمن عدل اللعبه، ثلاث لاعبين ماخذ ايمن مدافعين، بعدين طلع برا احتفال، والله احتفال، الله اكبر، شو تدري احتفال عمي، الولد مكروه منبوذ في نتكر، الله اكبر يا عمي، احنا ما انت بسبب خساره الفريق، يا حقيقه لاعب احتفال، شو نسوي احتفال، احتفال شو نسوي، ماكو فريق، ترى فريق احتفال من ساعه، لاعب يحتفل ينطر، لا والله لا ما صاير عبد، شو اسوي بسم الله ما صاير. لا أحد يحكي على أيمن، سجل لكم 6 أهداف، إيش قد يقول لكم 100؟ إذن محمد الحلفي انفجر غاضبا كما شاهدنا بوجه المنتقد الذي واصل استفزازه محملا اللاعب مسؤولية خروج العراق من البطولة، فغضب الحلفي، وهذا الغضب جعله يطرح اسم الكابتن يونس محمود ويقارنه بأيمن حسين بطريقة لاقت انتقادا أيضا. السفاح يونس محمود هو صانع أمجاد العراق في عام 2007، ولقب بأفضل المهاجمين في تاريخ المنتخب الوطني العراقي بتسجيله أغلى الأهداف في مسيرته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب ببطولة آسيا، والأهم في هذا كله يبقى كلا اللاعبين يمثلان العراق، ولا داعي للمقارنة أساسا بينهما. أما ردود الأفعال والآراء كانت كالتالي، نبدأ من جاسم الجبوري. ماذا قال جاسم؟ يقول جاسم في تعليقه: عقلية ساذجة، أيمن أفضل لاعب وهداف البطولة، جاب 6 أهداف، فأرفض أحد يحكي عليه بطل أرعب منتخبات آسيا، وبعدين ليش تقارنون هيتش؟ اثنينهم مثلوا البلد أحسن تمثيل، كافعات. تعليق من أياد الخالدي: المصيبة لما تناقش واحد كل شيء ما يفتهم بالرياضة، وهذا واقع الحال، كلها تريد تصير مدربين ومحللين ولعيبة. تحياتي للأخ محمد الحلفي، المهم فزنا بشباب قدوة للمنتخب أحسن من القدامى. السومري يقول: يونس هداف آسيا والعرب، أيمن كل أهداف الدولية 11 هدف، هو هذا شي يفتهم حتى يناقش ويدافع، وأيمن السبب الرئيسي لخروج المنتخب من البطولة. هاني الشريفي يقول: ولكم عمي ها شنو، ليش تستهينون بناسكم وتحاولون تحطون من مكانتهم، ولكم هاي هم سياسة
حافظوا على نخبكم وناسكم. أيمن رفعت رأس وبطل كأس آسيا وفخر العراق. هنا تعليق آخر من جيم أدرياني يقول: عفية يونس، محمود صار قرن من اعتزل وما خلصان من الناس، ليش تحط يونس بالطب؟ وإذا تحب تقارن هدف يونس جاب بطولة، أما أهداف أيمن كانت بداية البطولة. خالد يقول: شكرا يونس محمود على ما قدمته للبلد، وحي الله أيمن حسين البطل، وكفو منك، أديت اللي عليك وزيادة، بس عتبنا على الحكم الإيراني حرق قلوبنا، وهارد لك لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم، تنتظركم. المؤخرات هي أحدث صيحات تهريب المخدرات إلى العراق. نعم، يبدو أن تجار هذه الآفة السامة لم تعد تكفيهم الحيل الماكرة وألاعيبهم الشيطانية لنقل وتهريب المخدرات، فلجأوا إلى المؤخرات. فبعد فضيحة العصابة الإيرانية التي استخدم أفرادها مؤخراتهم لإدخال المخدرات إلى العراق عبر إربيل، اليوم أعلن عن فضيحة أخرى صادمة بمحافظة أخرى، هذه المرة بواسطة أحشاء الحيوان أجلكم الله، وبين قوسين عن طريق مؤخرة البقرة المسكينة. إذن من مؤخرات التجار إلى مؤخرات الأبقار، تستمر تجارة المخدرات بطرق ووسائل مختلفة. البقرة المسكينة التي لا تعلم ما الذي جرى لها ضبطت بهذه الطريقة وبأحشائها 40,000 حبة كبتاكون مخدرة. فمديرية مكافحة مخدرات الأنبار ألقت القبض على 3 تجار متورطون في إخفاء 7 كيلوغرامات من الكبتاكون بداخل هذا الحيوان المسكين، حيث جرى استخراج الحبوب من أحشاء البقرة كما شاهدنا بعد عبورها المنطقة الحدودية في محافظة الأنبار. عملية نوعية ذات جهد استخباراتي دقيق لاقت تفاعلا واسعا، انتشارا كبيرا، وعددا من ردود الأفعال والآراء والكومنتات التي جاءت حول طريقة تهريب المخدرات بواسطة أحشاء الحيوانات أو الأبقار. وبهذا الشكل هناك أكيد ردود أفعال وآراء وتعليقات كتبت على منصات التواصل. نبدأ من زيد الدليمي، ماذا قال زيد في تعليقه عن هذه الطريقة المبتكرة في تجارة المخدرات وتهريبها؟ يقول زيد: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلها على مود الفلوس، انهجمت بيوتكم، مكافي خربتوا ديارنا، والله المفروض هيك نماذج إعدام. وأتصور وضحت الفكرة من وين إجت، أكيد من التجارة اللي هدفها تدمير العراقيين. تعليق من أبو أنس يقول: بعد ماكو أحد يتنقل بالعراق إذا ما يتفتش تفتيش عميق. تخيلوا واحد يقول لك اندار خلي نفتشك، يا عمي
كارثة. والله حتى الشيطان ما يفكر بهيك فكرة. شيني هاي؟ تعليق من أحمد كريم، يقول أحمد: أكثر المخدرات والمتعاطين في الأنبار وبكثرة بسبب المنافذ الحدودية وقلة المراقبة. قدوري حيدر يقول: هم إيران بالشغلة، هو الحكم بعد ما تخطينا وين وصلنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. خطية البقرة الله يساعدها شقد تأذت، وهم يترسون مؤخرتها بالمخدرات دي. الله صارت المؤخرات غالية هالأيام. تعليق من عمر الصميدعي: بوركت سواعدكم يا أبطال مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، الأنبار حفظكم الله وسدد خطاكم. منى قالت: أكيد عرفوها عن طريق إخبارية، لأن مستحيل أحد يشك أنه البقرة جاي تهرب مخدرات بمؤخرتها، فكرة شيطانية ما تخطر على بال الجن، فكيف الإنسان؟ الله يعينك يا العراق ويعين أجهزتنا الأمنية. هناك أيضا مجموعة من الأحداث المتداولة والرائج على منصات التواصل الاجتماعي، سنذهب إليها مباشرة، لكن أيضا نمر بالعناوين. باستخدام البيض، لصوص يسطون على سيارات المواطنين. مغترب يستهين بالقانون والمرور يعاقبه بغرامة فورية. فتاة توثق تعلق والدها بقطتها التي رفض بقائها في المنزل. تعددت طرق ووسائل اللصوص وقطاع الطرق في الإيقاع بضحاياهم الذين يقودون سيارتهم في الطرق العامة أو الطرق السريعة، ويستخدمون البيض لإتمام عملياتهم تلك، حيث يقومون برمي البيض على زجاج السيارة الأمامي. وبما أن البيض يحتوي على مواد لزجة كالزلال سيعيق رؤية السائق بالتأكيد، خصوصا عند استخدامه الماسحات لإزالتها، وطبعا لا تزول وستزيد الطين بلة. هنا حذر شاب عراقي تعرض لهذا الموقف في أثناء قيادته للسيارة على طريق ما، لكنه تخطى هذا الموقف وما حصل معه على طريقته الخاصة، وهذا ما قاله: إذا صار وياك نفس هذا اللي صار وياي فمعناها أنت متعرض لحادث سرقة أو تسديب. شخص يرمي عليك بيضة على جامتك الأمامية وأنت تسوق على طريق سريع وطريق أظلم، دير بالك يا أخي، توقف، دير بالك الشغلة الماسحة، راح تلغمط الجامة كلها، الرؤية راح تصير عندك صفر، راح تضطر توقف، من توقف راح يأخذون نواياهم السيئة. فيا أخي يا عزيزي يا تاج راسي، إذا صار وياك نفس صار وياي أبدا لا توقف، عندك رؤية تقدر تشوف بيها، هاي عندك رؤية من نانا، عندك رؤية من نانا في راسك يمنى يسرى، وأبد لا توقف، وربي يكفيكم شر الطريق وكل مكروه. عدد كبير من الذين تابعوا مقطع الفيديو هذا اقترحوا وسائل غير التي أوصى بها هذا الشاب في مقطع الفيديو، فقالوا ببساطة: يمكنك استخدام سوائل التنظيف بخلطها مع الماء في خزان أو علبة ماء مرشات الماسحة، وبذلك تتفكك تركيبة المادة اللزجة للبيض وتتخلص من الموقف برمته. في حين أبدى البعض الآخر امتنانه للشاب لما قدمه من نصائح حتى لا يقع في ورطة ومصيبة ما لا تحمد عقباها، وكل لذلك كله بردود أفعال وتعليقات كتبت على منصات التواصل، سنذهب إليه الآن بعد أن تظهر على الشاشة. نبدأ من ليث، يقول ليث أو ليث، يقول في تعليقه: صارت وياي وانكتلت وسرقوا ملابسي وفلوسي والسيارة، توسلت بيهم كروة 25,000 نطوني بس 1,000 دينار، وبطرق اللباس والفانيلة حتى اللباس رادوا ياخذوا، بس أخوكم كفو ما فرط باللباس وما قبلت. تعليق آخر من ASD السيد يقول: حبي خلي الزاهي بالسيارة بالدبة مال زراقات، حط الزاهي هواية كثر وخليهن من يشمر لك بيضة شوية وشغلهن. ليش؟ حتى بسرعة يقوم الدسم مات البيض وتشوف طبيعي. تعليق من أحمد يقول: أحمد بشرفك هو اللي يريد يسوي شيء يضربك ببيضة ينزل لك
بالبلوك وظلت هيجي طرق هاي السوالف حفظناها من 2014. هسه عندهم طرق جديدة عدا ذلك مو مشكلة، أنا أطبق الكلام مالك، بس تجيبوا لي سيارة لأن ما عندي. تعليق من شانا تقول: صارت بينا بمركز البصرة بشارع دينار بالليل، بس ما افتهمنا شنو القصة، والبيضة دخلت من شباك السيارة ودمرت ملابسنا. تعليق من دهنا صلاح: شكرا على النصيحة، فعلا غافلين عنها، بس أتصور هاي تصير فقط الطرق السريعة، يعني بالداخل ماكو هالشي. تعليق من ناصر: تقدر تخلي زاهي ويا المي بدبة الزراقة واستعملها براحتك تحسبا لهاي الحالات اللي ممكن تصير لا سامح الله، والله يحمي الجميع من شر أعمال الحرامية وقطاع الطرق. القطط من أجمل الكائنات التي نتعلق بها فنحبها وتحبنا، ولكن ليس الجميع طبعا. هناك من لا يستهوي تربيتها كما حصل مع هذا الأب الذي تفاجأ بتبني ابنته لقطة لطيفة بريئة صغيرة جميلة تخطف القلب، إلا قلبه هو، قلبه المتحجر الذي لم يتأثر بجاذبية تلك القطة الكيوت، فرفض تبنيها وبقائها في المنزل. ولكن في غضون يوم واحد فقط أو ربما ساعات تغير كل شيء، فالأب الريالي الطيب هذا يبدو أنه يتمتع بروح رياضية عالية، لم يستطع التظاهر بالقسوة، فغلبته القطة الصغيرة ليتعلق بها أكثر من ابنته، فيطعمها ويدللها ويدلعها ويلعب معها ويشتري لها أفضل أنواع الطعام، وعندما تمرض القطة يحملها بنفسه ويذهب ليعالجها. نعم إنه الأب يا سادة، ما أعرف القطة اللي غيرته. شنو هاي؟ جابوا لي هدية والله، جابوا لي هدية. منو؟ يا رجعي لي اياها. رجعي لي اياها. كيفو؟ صدر رجعي. أجيبك. أجيبك يا؟ أخذ لك اياها. متاكل. راح أجيب لك بودية باكر جيبك. لا لا أصحى. لا أصحى. وقت تجيب راس فرصة صبر سادة ما تجاد شباب لي وديتين بجرد سادة ما تجاد. كلهم هكذا في بادئ الأمر يرفضون القطة في المنزل، ثم يتعلقون بها أكثر من أصحاب المنزل، ويصبحون من أكثر الأشخاص في الأسرة قربا من رفض تلك القطة في البداية، فيحبون القطة ويتعاملون معها بحنان ولطف منقطع النظير، كحال هذا الأب الحبوب الذي ملكته البزونة بجمال عينيها الساحرتين ولطافتها وحركاتها ولعبها وشقاوتها. وطبعا هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل وحصد الكثير من الإعجاب والمشاهدات والثناء الذي طال الأب الحنون والبنت. طبعا البنت راهنت على طيبة قلب والدها الله يحفظه. أما التعليقات وردود الأفعال كانت كالتالي، سنذهب إليها مباشرة ونبدأ من تعليق محمد الرسام. ماذا قال محمد؟ يقول محمد في تعليقه: طبعا شقد حبيت هذا المقطع وهذا الرجال اللطيف والبزونة تجنن، شقد ما عيد المقطع ما أمل منه، المشاهد والأغنية فتشي يجنن. تعليق من إيناس إبراهيم: ما أروع من فيديو، منو مر بنفس المراحل بالضبط؟ أنا أيضا لم أتقبل الفكرة بالبداية، والآن لا أرى حياتي بدون بنواتي البزونات. يقول ليث: الأب راقي من كلامه وأسلوبه وتصرفاته، كلها تدل على نقاء الرجل وطيبته، والأحلى ما شاء الله صاروا
قليل اللي متحفظين او محتفظين بهيجي سيارات كلاسيكيه، وهذا احلى ما بالموضوع. ربي يحفظه ويطول لكم بعمره. تعليق من ايات الجبوري: مثل ام صديقتي عفت يمها الشلوبي مالتي، لان شنت حسافر كم يوم، قالت لي جيبي ويا القفص يقعد بي. قلت لها تمام. رجعت من السفر القى الكلب قاعد يمها على القنفه وشاده قراصه مال الفيونكه بشعره. تعليق من زيدان: الانسان كائن عاطفي، مهما كان عقله المفكر عنده قرارات، بس ما يقدر يوقف ضد قرارات العقل اللي يشعر والمليان عاطفه. هنا تعليق من بلال يقول: عشت بالاردن وجاري انطاني بزون بيضه تجنن، امي اول ما شافتها قالت ذبها او ترجعها خلي تولي، اني ما سمعت كلامها، امي استسلمت، صارت قصه حب صدق تخبل. رغم التحذيرات المستمره بضروره تطبيق القانون وعدم تجاوز النظام وقواعد السير، ومع هذا نلاحظ بعض سائقي المركبات يصرون على ارتكاب المخالفة وخداع رجال المرور والتلاعب على القانون. وخير مثال ما جرى في محافظة كركوك، إذ تسبب المخالفون بزحام خانق ووقوف طابور طويل من السيارات وإغلاق شارع حيوي ومهم في المحافظة. دفع مفارز المرور منذ اليومين الماضيين إلى نصب كمين مفاجئ، وهذا ما حصل. ما طفيت بعدني، ما انطف سببك ما يوصل للمستشفى، يجوز يموت. اخوان، لكثرة المناشدات ولكثرة الشكاوي من قبل المواطنين بسبب الزخم الموجود بالشارع القريب على المعارض، حسب توجيهات سيد مدير مرور محافظة كركوك العميد محمد اسماعيل تم تشكيل مفرزة، وحاليا نتوجه الى المكان المقصود. شلونك؟ ليش واقف ساي الثاني مسوي عرقله بالسير جاي تبيع؟ هذا مكان بيع مو معارض. حقك ايش قد اكو معارض؟ ليش مو شغله حقك عليه لو ما يصير يا اخي. وين سحبت مستمسكاته؟ يلا توجه بي للحجز. وقفتك هاي نظامية؟ انا شاهد ما طفيت بعدني، ما انطفي. سؤال اسالك سؤال، وقفتك هاي نظامية؟ وين ضامي اشر لي واحد؟ شايف الازدحام اللي وراك؟ والله ما واصل. شايف الازدحام اللي وراك وين واصل؟ واحد يومية شكاوي من المواطنين بسببكم. بيصير يا اخي. سايد ثاني واقف نص الشارع، يلا تحرك. اطلع توجه بي للحجز. حط مكان تتعامل سيارتك بنص الشارع. هسه حجزنا هاليوم ايش قد هذني الحجوزات؟ 41 سياره خلال ساعه واحده. 41 سياره انحجزت بسبب عرقله حركه السير والمرور. تم سحب مستمسكاتهم وتم ايداع المركبات في ساحه الحجز وتم فرض غرامات عليهم. بالإضافة إلى حاجز 41 مركبة لوقوف سائقيها في السايد السريع، جرى سحب مستمسكاتهم الرسمية مع فرض غرامات مالية مجزية عليهم. هناك فيديو آخر بثته المديرية عبر صفحتها الرسمية لرجل عراقي هو الآخر رصد بلحظة ارتكابه مخالفة مرورية واضحة. الغريب أن السائق مغترب قادم بعجلته من تركيا، البلد الذي يسوده القانون، ومن يتعدى أو يخالف النظام هناك يتورط بالتأكيد. بتركيا توقف سيارتك بهالشكل؟ لا، مو هذا مو بلدك. ليش بتركيا تطبق القانون تيجي هنا تخالف؟ أنت عراقي مو؟ نعم عراقي. وين إجازتك؟ هاي بيها ترانزيت مو؟ نعم. هاي اجازتك تمام. هاي الجواز. اسالك سؤال، انت جاي منين؟ من تركيا. من تركيا. سيارتك الشخصيه جاي؟ صح. منين جاي؟ من تركيا مو؟ من تركيا. نعم. تمام. تركيا توقف سيارتك بهالشكل؟ لا. تمنين من كركوك؟ اي من كركوك. ليش ما توقفها بهالشكل؟
والله شفت السيارات واقفه انا من الصراحه قلت لا 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 جاوبني بتركيا ليش ما توقفها في الشكل ممنوع ايش ما يوقفون لا ليش بتركيا ممنوع هنا مو ممنوع قالوا شلون مو يعني مثلا ما عدف الشارع هيك مثلا مقابل ان شيت حتى نتسوق يعني هيك شارع انت واقف هسه وين انت واقف حسب عشر العام واقف وين عشر العام يعني حسب. يا سايد البطيء اليمين واليسار اليسار بسايد السريع يسمح قانونا بتركيا لو بالعراق لو بكل العالم ممنوع. يسمح سياره توقف لا لا ممنوع لا ليش توقف هنا مو هذا مو بلدك صح. مو مدينتك ليش صح. بتركيا تطبق القانون تيجي هنا تخالف والله ما صراحه مخالفه ما اعرف شو اقول لك ما اعرف يعني شو تقول لي شو تريد تقول لي ما اقدر اقول لك انا مخالف مخالف صح بما انه انت سيارتك ترانزيت ترانزيتي والله اي اوراق راح نضطر نتخذ بك اجراءات قانونيه غرامه لازم يكون غرامه فوريه فراح تحجز سيارتك تدفع الغرامه شوف سيد المدير ايش يسوي اجراءات قانونيه بحق سيارتك ليش تطبق القانون بتركيا وبلدك تخالفه سؤال منطقي ما الاسباب التي تدفع البعض الى عدم احترام القوانين والانظمه وضربها عرض الحائط وبالتالي السائق يوقع نفسه بمشاكل هو في غنى عنها يا أخي التزم بالقانون على أي حال لنقرأ لكم ما أفرزته هذه الفيديوهات من ردود أفعال وآراء وتعليقات نبدأ من علي الخفاجي ماذا قال علي؟ يقول علي في تعليقه كلام وتصرف رجل المرور جدا منصف شعب ما يحترم القانون وما يقبل أحد يحاسبه يريدون يبقى البلد فوضى تعليق من سربد الحاج صدو كذب تبيع سيارتك روح ادخل بالمعارض مو جاي تعرضها قدام الناس على الشارع العام شنو ذنب الناس تتأذى من خلف الازدحام اللي سويته عامر علاء برأيي الغرامة بحق السائق المخالف ما تفيد وحده إذا مو حجز وسحب السنوية وما يستعدلون لا والله لأنه الاستهتار صار شيء عادي بالعراق الكل تخالف وما يهمها شيء اسمه قانون وخط أحمر علوش ماذا قال سيادة العميد هلا هلا بالناس مو كل شخص تلزمة غرمة شوية فهم الناس مو قبل تقص الوصل وتغرمة كوم فلوس وتحجز سيارته فقر هذا وراه جهال وعائلته كبيرة وهو على باب الله تعليق من أحمد يقول أحمد القانون بتركيا يطبق على المسؤول وعلى كل شخص بس بالعراق لا يطبق القانون بس على المواطن الفقير تعليق من أم عمر ماذا قالت خوش كمين بالعافية عليهم العقوبات لو كل واحد يطبق القانون شان ما صارت حوادث ولا أكو الزحام ولا الشوارع تنسد والناس تموت بالصدق شعب غريب إذا ما يخالف ما يرتاح كانت هذه معظم الأحداث والقصص المتداولة والرائجة على منصات التواصل الاجتماعي والتي رصدناها وتعقبناها منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة التي وضعناها أمامكم في بداية موعد حضورنا معكم في حلقة اليوم بالتأكيد هناك أيضا قصص أخرى سنتابعها خلال الأيام القادمة لكن في بداية الأسبوع المقبل في بداية يوم الأحد القادم إن شاء الله حتى ذلك الحين أترككم بأمان الله وحفظه تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل أينما كنتم وإلى الملتقى